بداية بشأن الطاقوي، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق بأن اختتام السنة الاقتصادية لسنة 2021 ستكون من ولاية تمن راست، وذلك بتنظيم أكبر معرض اقتصادي السهار، ويتعلق الأمر بمعرض يخص المنتجات الوطنية بمشاركة 500 مؤسسة. جاء هذا خلال زيارة عمل وتفقد قادته لولاية عين تيموشنت التغطية لكمال بوعزة عبيد. 2022 إن شاء الله إذا كنا حيين ستكون مئات المعارض مثل هذه الشاكلة ستكون في خلال السنة. راح تكون معارض ولائية، كل ولاية ما تسخر به، ستكون معارض جهوية كما هذا المعرض، ستكون معارض وطنية، وسيكون معرض المنتوج الوطني، وسيكون معرض دولي. كل هذه المعارض سيتم إحيائها. احنا سنختم إن شاء الله هذه المعارض بعد ما ندير الأسبوع القادم معرض الوطني للمنتوج الوطني اللي يكون في 13 جوان، واللي راح يشارك فيه تقريبا 500 مؤسسة، يعني رقم لم يشارك فيه من قبل. سنختم إن شاء الله ختامها مسك من أحلى وأعز منطقة إلى قلوبنا من تمن راس. سنختمها بمعرض الأصهار تاع إخواننا توارد. سنكون بقوة في ذلك المعرض الجهوي